ومن لندن ينضم إلينا مراسل الغد عمرو المنيري. كيف كان هذا اليوم الانتخابي عمرو؟ نعم، كان يوما انتخابيا ربما تاريخيا، لكن لا نتوقع أن يكون نسبة الإقبال كبيرة، لكن الاستطلاعات الرأي تؤكد أن حزب البريكزيت وهو حزب جديد ويميني متطرف ربما هو من سيفوز بالسباق في هذه الانتخابات التي لم تكن متوقعة ولم تكن مدرجة ضمن خطط البريطانيين، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم الإقبال الكبير. لكن نتوقع هزيمة ثقيلة لحزب المحافظين وحزب العمال، ونتوقع أن يكون حزب البريكزيت هو من له اليد العليا، وهو أول الأحزاب التي تدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي. وكون هذا الحزب سيكون في البرلمان الأوروبي سيؤثر كثيرا على قرارات الخروج من الاتحاد الأوروبي، خصوصا في حالة الاقتراع أو أي إجراءات خاصة بالمفاوضات الخاصة ب البريكزيت. هنا منذ قليل، منذ حوالي ربع ساعة، أغلقت جميع مراكز الاقتراع وهي في موزعة على 12 منطقة في بريطانيا، لكل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مقاعد، 3 مقاعد فقط، والباقي على بقية المملكة المتحدة، وهذا التوزيع بحسب التوزيع السكاني لهذه المناطق. عمري، إلى أي مدى نتائج هذه الانتخابات تؤثر على الأحزاب التقليدية داخل بريطانيا؟ بشكل كبير جدا ستؤثر على قرار الذي سيصدر هنا في هذا البرلمان، وخصوصا أن نحن في أزمة جديدة، وهي أن نحن ربما نتوقع أن تستقيل تريزا مي في أي وقت من الآن، وهذا بسبب الخسارة الكبيرة التي لقيها حزب المحافظين في الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت هنا. ربما ستكون هذه الهزيمة القاسية الثانية، وهذا تهديد كبير لحزب المحافظين الحاكم، ومن ثم وأيضا بقية أحزاب المعارضة وعلى رأسها بالطبع حزب العمال. نتوقع أن هناك أحزاب صغيرة مثل حزب الأحرار الديمقراطيين وأحزاب أخرى صغيرة ستظهر على السطح من خلال هذه الانتخابات التي لم تكن في الحزبان. نحن نعلم أن الوقت المحدد لبريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي هو 31 أكتوبر، أي بعد ذلك لن يكون هناك أصوات لبريطانيا في البرلمان الأوروبي، لكن بطبيعة الحال سيؤثر كثيرا على جميع القرارات، خصوصا أن هذه الانتخابات البرلمانية الأوروبية ستجدد وستعين قادة جدد لمجلس الاتحاد الأوروبي، وسنرى وجوه جديدة ربما تؤثر على هذه القرارات وربما تمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي. الآن نحن هنا في بريطانيا المسألة مسألة وقت، لا يعلمون ماذا سيحدث غدا، مزيد من الانقسام، مزيد من الغضب الشعبي هنا في بريطانيا، وسيظهر هذا في نسبة الاقتراع أو عدد الذين انتخبوا في هذا الاقتراع. عمرو المنيري مراسل الغد من لندن، شكرا لك.